ملايين الزوار يمرون عبر مطار أبو ظبي كل عام. في أوقات الأزمات تصبح الإجراءات في المطار استثنائية، ترفع حالة الطوارئ الصحية وتتأهب كل الأجهزة لاستقبال القادمين للمطار. مع رفع دولة الإمارات حالة التأهب القصوى لمكافحة فيروس كورونا، يتخذ العمل في المطار مسارا آخر، حيث تفعل خطط الطوارئ مع هبوط الطائرة في مدرج المطار. وفي حال كانت قادمة من دولة تشهد تفشي لفيروس كورونا، يتدخل فريق طبي متخصص، يفحص جميع الركاب، وفي حال تأكدت إصابة أحدهم بكورونا يتم نقله عبر سيارة إسعاف مجهزة لمثل تلك الحالات. يغادر بقية المسافرين ليدخلوا فحصا جديدا، يبدأ بالمرور عبر المسح الحراري، ثم يدخلون إلى غرف الفحص ليبدأ الفريق الطبي في سحب عينة منهم. ترسل العينات إلى المختبر وتظهر النتيجة في غضون 24 ساعة، ومع تسجيل المسافر لكافة بياناته يمكن الوصول إليه لإبلاغه بتطورات حالته. وكإجراء احتياطي، تطلب السلطات من الزائرين إجراء حجر صحي ذاتي حتى تظهر نتائج الفحص. وبعد انتهاء الاختبار يمر الزائر باختبار أخير قبل مغادرة المطار. إجراءات شاملة لمكافحة الفيروس جعلت الإمارات من أقل الدول انتشارا للفيروس وأكثر دول العالم أمنا.